بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بالترخيم، وكان في بعض الأسئلة داخل المنتدى أحب أن أنا أجاوب عليهم أو أوضح نقط معينة، وده هيبقى يعني للاستزادة والتعمق في المعاني اللي احنا ممكن نقولها سريعا في المحاضرات. ففي بعض الزملاء الأفاضل يعني فعلا الحمد لله عندهم قوة ملاحظة شديدة ويبدأوا يناقشوا نقط مهمة، فاحنا إن شاء الله هنجاوب عليها بالأرقام وهنناقشها جزء جزء، وأنا هستعرض بعض آراء الزملاء في المنتدى. طبعا هبنشكر مهندسنا الكبير مهندس محي على مجهوده الرائع معانا في نقل المحاضرات بتاعتنا وحطها في الصفحة الأولى عشان يسهل على الأعضاء، والمهندسة سنة الإسلام ليهم ولإدارة المنتدى كل الشكر إنهم مستحملينا بالطريقة دي. مهندسنا الجميل مهندس الصامت، وأنت بتثبت إن الصمت أحيانا بيكون أبلغ من الكلام مش مهندس، مشكورا بعت لنا أمثلة عن عزوم التشريخ ومذكرة بسيطة للمهندس ياسر ليسي، إن شاء الله بنزلها وبطلع عليها الاستفادة منها إن شاء الله، شكرا ليك عليها. برضو بعت لنا من كتاب دكتورنا العظيم الدكتور مشهور غنيم تشارت جميل جدا. هذا التشارت بيوضح لنا مدى تأثير كمية حديد الضغط في معالجة الترخيم طويل المدى، الترخيم طويل المدى، وبنشوف ان الفروق مثلا يعني يمكن التشارت المرسوم واخد عند قيمة سي 120 يوم، وحاسب لي الميديت لي ديفليكشن اللي هو الترخيم اللحظي، حاسب لي لما يكون الاريا اس داش اللي هو حديد الضغط بيساوي مرة الاريا اس، ادي الكيرف اللي هو الاولاني عشان يحسب اللونج تيرم ديفليكشن، لو في ال 0.5 اريا اس يعني نص الحديد الضغط بيساوي نص الحديد الرئيسي برضو بيوضح لنا الكيرف والديفليكشن، وكيرف اخر بدون الاحتواء على حديد الضغط. انا هستغل هذا المنحنى الجميل الرائع جدا في الرد على استفسارات حديد الضغط بالنسبة للترخيم، والأمثلة إن شاء الله برضو بتوضح هذا الأثر. كان في برضو أنا هستعرض مجموعة نقط وأنا هرجع للصفحة دي تاني بعد إذن المهندس الكريم المهندس الصامت، وهنناقش هذا الموضوع داخل المحاضرة علشان نثبت بعض المفاهيم المهمة جدا من خلال هذا المنحنى اللي بنشكره عليه. طبعا في بسم الله الرحمن الرحيم، انا بشكر طبعا كل الزملاء اللي دخلوا معانا على المنتدى، وان شاء الله انا حاضر، انا عندي اللي هو الكود الامريكي بالنظام المتري، بس انا لا اذكر اذا كان 2008 او لا، ان شاء الله هحاول ازودك بالرابط. بنشكر كل المهندسين اللي رفعوا المحاضرات على روابط اخرى، ليهم مني كل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، بنشكر مهندس ابو عمر عمران لانه فعلا انا هبدا احل مشكله رفع المحاضرات ان شاء الله على ايده باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، المهندس يعني كل الزملاء بصراحه يعني ناس بيغمرونا بمشاعرهم الجميله، وان شاء الله ربنا يقوينا باذن الله تعالى، و نبدأ ان احنا نجاوب على اسئلة بعض الزملاء. وكان من ضمن هذه الاسئلة هنبدأ بالسؤال رقم واحد، مهندس اسامة نوارة بيقول هل نسبة الحديد في الضغط اذا زادت عن 40% من الحد الرئيسي في الشد يتم اعتبار 40% فقط من حديد الشد في حسابات سهم الهبوط؟ بنقول له لا حضرتك. سؤالي كان لماذا ذكر الكود انه يفضل الا تزيد النسبه عن 40%؟ انا جاوبته من خلال ملف وورد، بس انا هعيد الاجابه على حضرته تاني. واذا زادت عن 40% هل يتم اعتبارها في حسابات الترخيم؟ فكان هذا ده هو يعني كاتب التعليق بتاعه بمعنى انه ليس مطلوب لا تؤثر على الحد بصوره فعاله. هنا باشمهندس حضرتك يعني بتسال سؤال مزوج، بيقول لي هل الحديد الضغط زاد عن نسبة 40% من حديد الشد بدخله في حسابات سهم الهبوط ولا لا؟ أنا بدخله في الحسابات، يعني بدخل اريا داش اس بكامل
بكامل المساحه بتاعتها في حسابات الهبوط. انما حضرتك، انا اما رديت عليك هنا انا برد من واقع خبره العمليه في الارقام، وانا هوضح لحضرتك بالمثال. ويمكن المنحنى اللي مدينا بيه الاخ الفاضل المهندس الصامت يرد على حضرتك في جزئيه، احنا بنقول هنا انا قلت له او ذكرت سببين في حديد الضغط. السبب الاولاني منهم ان الزياده في حديد الضغط عن هذه النسبه لا يؤثر على الحد من الترخيم بصوره فعاله. يمكن هذا المنحنى يا باشمهندس هيوضح لمعاليك نقطه مهمه جدا. لاحظ انت حضرتك الجاب الكبير اللي ما بين، او لو انا مديت هذا الخط على امتداد عشان اقطع عند الاريا داش اس بتساوي زيرو، هتلاقي حضرتك هنا الترخيم عالي. لما كنت بحط نص الاريا ستيل لقيت ان المسافه من، نلاحظ كده سعادتك، المسافه من اريا داش اس بتساوي صفر لحد نص الاريا ستيل اكبر منها المسافه من نص الاريا اس الى الاريا اس بالكامل. يعني ايه حضرتك؟ المسافه او تاثير الحديد بعد ما تعدى قيمه البوينت 5 اريا اس، لقينا ان تاثير الحديد على الديفليكشن او على الترخيم طويل الامد ما كانش بنفس القيمه اللي اثر بيها لما ما كانش عندي خالص في القطاع حديد ضغط وحطيت نص الاريا اس. ده المنحنى ده كان جميل في شرح الجزئيه دي ببساطه كده شديده. انما انا برضو يعني لينا تعليق خاص جدا وهو راي شخصي، هنثبته مع بعض ان شاء الله بالارقام ونخلص منه الى النتائج اللي احنا ان شاء الله عايزينها. انا يعني كده ان شاء الله انا هتناول معاليك الرد من خلال مثال على هذا. حضرتك بتقول ان زياده الحديد يعني لا يؤثر على كذا، ماشي. بمعنى وليكن الحديد مطلوب 30 سنتي، اذا احتاجنا مثلا 17 سنتيمتر بنضع بالقطاع ال 17، ولكن بحسابات الترخيم لا نستعمل منه سوى 40%. انا هوضح لحضرتك الجزئيه دي يا باشمهندس. اخ الكريم انا هنا رديت عليه ان انا لما كنت بحسب الترخيم بنسبه 100% وليس فقط 40%، وهذا نعرفه جميعا، ولكن لما اتطرق هذا انا ما فعلا ما شرحش حاجه في الترخيم تخص حديد التسليح. انما بالنسبه للمثال اللي انا حاطه ده يا باشمهندس، ده مثال للحسابات وليس، يعني انا بقول لحضرتك انا عندي قطاع، هذا القطاع بيحمل هذه المواصفات، المطلوب من حضرتك هو فقط اجيب المثال بس على ما اظن ده، او يمكن اللي هو في حسابات الاي كراكنج على ما اظن كان هذا المثال مطروح. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا كان في حسابات الكراكنج. هنا حضرتك انا بس بدي مثال لاكثر ولا اقل، عشان اعرف ازاي بحسب قيمه الاي افكتيف الاي كراكنج والاي جروس. ومش معنى ان انا حاطط هنا 8.25 وهنا 4.25 يبقى انا مشغل نص الحديد، لا. انا بقول لحضرتك عندك قطاع بهذه المواصفات، احسب لي او طلع لي الاي افكتيف الاي كراكنج والاي جروس. وحطيت هذا المثال فقط للايه؟ للشرح. انما يعني اسئله حضرتك هتخلينا نبدا نخش في اجابات مفسره بشكل اكبر واحسن ان شاء الله. ومنها هناخد الكيرف بتاع دكتورنا العظيم مشهور غنيم، وهذا الكيرف، الكيرفات اللي موجوده قدام حضرتك، ان الاريا اس داش مره بتساوي صفر، مره بتساوي نص الاريا اس، مره بتساوي الاريا اس كلها. وهنشوف الفروق ما بين هذه الارقام وبعضيها بالارقام على مثال ان شاء الله انا محضره لحضرتك. كان في اسئله اخرى كتيره جدا بالنسبه لي، ده كان رد على حضرتك اللي هو استيفاء الشرط اللي هو استيفاء حديد الضغط في القطاع. هنا انا كنت برد على حضرتك بالتفصيل، وقلنا هنا بنقول ايه؟ يفضل عدم زياده الحديد. حضرتك كتبت وقلت انا اختلف معك في الراي، لان الكود لم يمنع زياده نسبه الحديد العلوي عن 40%، ولكن ذكر انه يفضل. طب انا مع حضرتك وانا ما قلتش غير كده في المحاضرات، الا ان تزيد النسبه. ولماذا لم يتم استخدام كل الحديد؟ هنا حضرتك الجزئيه دي احنا كنا بنشرح مثال لحضرتك بنقول فيه ان كان عندنا المطلوب، بسم الله الرحمن الرحيم، على ما اذكر هو كان المثال عباره عن قطاع، القطاع ده موجود عندي حديد فيه تسليح في منطقه الضغط وعندي تسليح في منطقه الشد. وقلنا لما نيجي نجيب اقصى اجهاد، اقصى اجهاد ليه؟ بالظبط هو ده،
هو ده مظبوط. عند قطاع حضرتك القطع ده احنا حطينا فيه افتراضا 8 في 25 تحت 4 في 25 فوق. المطلوب في هذا المثال، احنا هنا بنحل مثال يا باشمهندس، مش بندي يعني بنوضح ازاي نحسب القيم المطلوبة طبقا لكل مثال. هنا حضرتك المطلوب مني هو حساب إجهادات الضغط في الخرسانة والشد في الحديد. فقلنا لما نيجي نحسب هذه الاسترسز اللي موجودة داخل قطاع الخرسانة يفضل ألا تزيد النسبة عن 40% اريا اس. بمعنى إن أنا لو عندي في منطقة الضغط عندي حديد بيساوي قيمة الاريا اس، لما أكون بحسب إجهادات الضغط والشد بالنسبة للحديد والخرسانة ما دخلش في حساباتي غير 0.4 اريا اس، وهنقول لحضرتك السبب بالتفصيل. إنما لما أجي أحسب حسابات الترخيم طويل المدى وعندي هنا الاريا اس ايا كان في حديد الضغط، ايا كان قيمه الاريا المستعمله في حديد الضغط، ايا كان قيمه حديد الاريا المستعمله في حديد الشد، بناخد كامل القطاع وبنتعامل معاه، ما باخدش نسبه من الاريا اس. طيب امتى اخد نسبه من الاريا اس؟ احنا عارفين ان كلنا يا جماعه المطلوب من المهندس او من سمات المهندس، ممكن جدا انا ادي مهندس يصمم لي سقف او اي منشأ خرساني بياخده وبيصممه وبيدي نتائج. كل المهندسين بتطلع نتائج، كل المهندسين هتطلع لي نتائج، كل المهندسين هتوفر لي معاملات الامان، كل المهندسين هتوفر لي الاشتراطات المطلوبه. طيب مين اللي ايه الحكم ما بين ان اقول ان هذا التصميم هو رقم واحد، التصميم ده هو رقم اثنين، التصميم ده رقم ثلاثة، في حين ان كلهم مع بعض تصميمات صحيحة، كلهم مع بعض مطبقين للكود، كلهم مع بعض واخدين الاشتراطات العامة والاعتبارات العامة في الاعتبار. طيب مين اللي هيكون نمرة واحد ومين اثنين ومين ثلاثة؟ رقم واحد هو صاحب التصميم الاقتصادي. صاحب التصميم الاقتصادي بمعنى انا ما بقدم مشروع كمهندس سيفل او مهندس مدني، انا بقدم هذا المشروع بدراسة جدوى، معنى ان انا عندي الكوست بتاعت المشروع مؤثر جدا، يبقى انا هاخد الكوست بتاعت المشروع ايتمز وباخد عليه درجات. رقم اثنين بناخد اللي هي معاملات الامان، اذا تساوينا كلنا في معاملات الامان وفي التصميم وما الى ذلك خلاص احنا كلنا سيف. بمعنى يا باشمهندس انا عندي حضرتك، نفترض ان انا عندي قطاع، القطاع ده عليه عزم 4 طن، فوجئت مثلا انا لما جيت اعمله تصميم اقتصادي مثلا، انا بضرب مثل يعني بدون ارقام، طلع ان القطاع 25 مثلا في 50 ومحتاج 3 في 16 تحت ومحتاج 2 في 13 في 2 في 12 في حديد الضغط. واحد تاني لما جه حله قال لي والله لا انا هاخد 25 في 70 واخد 4 في 20 تحت واخد 2 في 20. طب ما ده صح ده صح، انما مين فيهم الاكونوميك؟ مين فيهم الاكونوميك؟ مين فيهم الاقتصادي اللي انا اخده؟ فهل النهارده حضرتك لما احنا بنيجي نقول مثلا بيقول لي اذا كان عندي بلاطه هوردي او ما الى ذلك، اذا كان نسبه الحديد ده بنسبه 100%، يعني هو لو عنده بلاطه كابوليه او كانتليفر، وانا محترم راي حضرتك في هذا، ان هو بيقول لي ان الاريا داش اس اللي هي بتبقى موجوده في الكومبريشن، يعني قصدي الباشمهندس لو انا عندي سي قطاع كانتليفر بالمنظر ده حضراتكم، فبياخد هو الحديد بتاعي الاريا اس، طبعا بيبقى انا عندي فيه المين في الرئيس فوق، بياخده هنا حضراتكم كده وهننزل بيه وبنلف بيه لحد ما بنعدي الركيزة. طيب اوكي، طيب هنا حضرتك انا عندي فيه اريا اس فوق، انا عندي كامل القطاع او قائم الحديد بتاعي فوق، انا ايه اللي يخليني يا باشمهندس او يجبرني ان انا اخد الحديد كله وانزله تحت؟ ايه اللي يجبرني؟ انا ممكن جدا اخد جزء من هذا الحديد او نص هذا الحديد بهذا الشكل، والنص الثاني من الحديد اخده بهذا الشكل، مفيش ما يمنع. يبقى انا عندي كده حضرتك انا قسمت الحديد على نصين، انا مشيت الحديد اللي انا محتاجه والحديد اللي انا ما احتاجتوش هبدا اوقف، هوقف الايه؟ هوقف العيب. انا عندي بدل ما اخد الحديد كله بنسبه 100% فوق واخده 100% تحت، لا انا اخد 50% هنا و50% هنا. كلمة 50% وكلمة 40% احنا مش عايزين نتلخبط فيها كتير، الارقام هتوضح معنى هذا. انما انا بقدر اوقف الحديد في اي مكان طالما انا مش محتاجه، طالما انا مش محتاجه، يعني انا مش محتاج الحديد بتاعي يعدي في الكانتليفر ده من تحت، خلاص انا بوقف الحديد عشان اقدر اوفر كمية الحديد. نتكلم تاني نقول ان هذا الشكل سليم لو الحديد اللي فوق قد الحديد اللي تحت، وهذا الشكل سليم
لو الحديد اللي فوق نص، آسف، الحديد اللي تحت في الكانتليفر نص الحديد الايه المين، نص الحديد الرئيسي، انما هيبقى طبعا الحل رقم واحد ان انا خدت نص الحديد ومشيت نص الحديد، هو ده الاكونوميك ديزاين. انا مش بقول ده غلط انشائيا، انا بقول صح من الناحيه الاقتصاديه، انما انشائيا الاثنين مظبوطين. طيب نتكلم برضو، ناخد تعقيب على جزئيه اخرى. بيقول لي ان انا حطيت في الضغط حديد 100% عند حساب سهم الهبوط في الكابولي، هل اخده 40%؟ طبعا لا، احنا اتفقنا حضرتك ان انا عندي في حاله حساب الترخيص اخد كامل المساحه اللي موجوده، بس انا بقى عايز ايه ندرس مع بعض ببساطه وبسهوله ما هو مدى تاثير حديد الضغط على الترخيم طويل الامد، وايه القيمه الاكونوميك اللي انا اقف عندها اللي بيها اقول والله لا ما زودش الحديد عن كده، افضل لي ازود القطاع، افضل لي يعني انا في النهايه يا باشمهندس هعمل قطاع، هذا القطاع انا عايز يوفي اشتراطات الترخيم، اشتراطات التشريخ، عايز يشيل العزوم، عايز يشيل قوى القص، قوى اللي، ايا كانت القوى المؤثره على هذا الايه؟ هذا العنصر. نهايه المطاف انا محتاج اكونوميك ديزاين، محتاج خرسانه زائد حديد توفي بكل هذه الاعتبارات وتكون الكوست بتاعتي اقل ما يمكن. علشان كده انا هوضح، يعني يمكن انا حطيت المحاضره دي مخصوص للرد على هذا السؤال لحضرتك، وان شاء الله اتمنى ان يكون الرد هيبقى مقنع لسعادتك. هنا حضرتك اثناء، هل في ما يمنع في الكود وهو مصدر الكلام حضرتك؟ انا هقول لحضرتك حاضر مصدر الكلام جاي منين. الاول في زياده حديد ضغط لا يقابلها استفاده. انا هنا حضرتك اما برد عليك هنا انا فعلا بقول لك نتيجه تجارب ونتيجه يعني نقول ايه حل كتير، يعني بنحل كتير قوي وبنتكلم فيه. بيقول انا زياده في حديد الضغط عن هذه القيمه لا يقابلها استفاده بحسابات الترخيم بنفس الدرجه، ودي هنوضحها لحضرتك دلوقتي. بتقول لي برضو حضرتك ان انا عندي اثناء تصميم القطاع الحصول على عباده خرسانه وكذلك تسليح، فيتم الاستعانه بجدول تصميم سواء كانت التيمت او وركينج تمام مع الاعتبارات الموجوده والذي يحتوي على حديد ضغط للدكتور شاكر بحيري، وفي تم مراعاه النسبه دي داش باي دي، دي حضرتك النسبه دي محطوطه علشان ادخل حديد الضغط في حساباتي. لذلك من المهم التنويه انه عند اخذ الحديد العلوي في الاعتبار في تصميم القطاع فسوف نحصل على القطاع ذات ابعاد اقل، ده صح حضرتك، لكن لابد ان نعرف ان الاهم من ذلك هو التاثير سلبيا على سهم الهبوط لنفس القطاع. يعني انا التعليق هنا حضرتك ليس تعليق، مش هنقول ان هو علمي قوي بقدر ما هو تصميم اقتصادي للقطاع. يعني انا في النهايه يا باشمهندس عايز اطلع اعمل كواليتي في المشروع بتاعي بحيث ان انا ادي اوفر كل اشتراطات الامان واحط في اعتباراتي التكلفه الاقتصاديه للمشروع، وحضرتك ان شاء الله المثال هيوضح هذا الكلام. هو ملاحظ ان مفيش معانا اسئله غير حسابات حديد الضغط والجدل السائر حول نسبة 40% و50% و100% وممكن نحطها 200%، مفيش ما يمنع، انما اللي هيمنعني هو التصميم الاقتصادي للمشروع. فان شاء الله هنبدا مع بعض نرد على كل هذه الاسئله من خلال المثال اللي ان شاء الله محضره، وانا محضره باكثر من طريقه وباكثر من اسلوب عشان يحتوي على الردود على كل هذه الايه الاسئله. ادي النسبه ماشي 50%، وانت شرحت، انا بقول يا باشمهندس انا بشرح مثال مش بدي اشتراطات، انا بقول انا عندي قطاع وضعه كذا احسب لي عليه واحسب لي عليه، انا ما صممتش القطاع، انا بقول القطاع ده هو اللي موجود في الطبيعه احسب لي كذا وكذا. بيقول لي في حساب مكان محور الخمول ان ايه وفي حال وجود حديد الضغط هل يتم حساب مسطح الخرسانه في الضغط بيساوي بي في زد مطروحه منه مسطح الحديد؟ لا يا فندم حضرتك انفرغت، حبيت يعني انت واضح انك دقيق شويه يا باشمهندس. سعادتك انا هفترض ان انا عندي الجزء ده هو اللي موجود عندي في الضغط، وهنفترض ان ده الحديد اللي هو موجود عندي يعني جدلا، يعني اهو كده حضرتك. لما باجي احسب حضرتك وهنتخيل ان هو ده اللي السطح اللي ده هو النيوترال اكسس، يعني انا هتخيل ان هذا الخط ده هو النيوترال اكسس بتاعي والجزء المشرخ موجود ايه هنا حضرتك، او ده جزء الضغط وجزء المشرخ خليه فوق، يعني هنخلي الجزء المشرخ بتاعنا فوق عشان ما ايه ما نلخبطش اهو.
هنفترض معاليك ان احنا عندنا دي منطقة الضغط وليست الشد يا جماعة، او خلي دول فوق عشان محدش يتلخبط. خلي دول فوق كده ونخلي دول صفين. هنا حضرتك انا افترض ان هي دي المنطقة بتاعت الضغط، وهي دي المنطقة اللي هيحصل فيها كراك، هي دي المنطقة اللي هيحصل فيها تشريخ. لما باجي اخد عزوم المساحات بتاعتي، الباشمهندس بيقول ان هل لما باجي انا احول الحديد التسليح، مساحة حديد التسليح الى مساحة خرسانة مكافئة، لما اجي اخد العزم بتاع الخرسانة اطرح منه حساب الحديد المكافئ ولا لا؟ هنا الاجابة لا. انا هنا حضرتك لو حبيت للدقة انك تشيل مساحة الحديد بس، يعني هنا قطر الصيغ ده مثلا سي 1.2، تجيب مساحة ده زائد ده زائد ده زائد ده وتفرغه من المساحة دي كمساحة وليس كخرسانة، هذا حل صحيح، ولكن حضرتك اكيد هترهق نفسك في حسابات مركز ثقل هذا الشكل. بمعنى انا بعمل نجلكت لطرح مساحة الحديد وليست مساحة الحديد المكافئ، علشان انا لو عندي مساحة سوليد زي كده وفيها مجموعة مساحات انا هطرحها، اكيد الاكس بتاعي هيبدأ ينزل فين؟ ها هينزل لتحت شوية طبعا، علشان انا لما اجي احسب عزم المساحة هاخد المسافة ما بين السنتر بتاع القطاع عن في بعده عن محور الخمول، فبالتالي انا لو حطيت المساحات الصغيرة دي كان بنجلكت خالص يا باشمهندس بالنسبة لي مساحة قطاع الخرسانة، انما انا ما بقدرش اطرح المساحة ان اريا اس داش ناقص مساحة قطاع الخرسانة. ان كان عندك يعني حسابات سريعة ان اما اجي اخد مساحة الخرسانة اللي موجودة في الضغط اشيل منها مساحة الحديد اللي هي اريا اس داش وليس ان اريا اس داش، احسبها حضرتك، دي ده كلام صحيح ومفهوش خطأ. هنبدأ مع بعض نتطرق للإجابة على كل الاستفسارات والردود الخاصة بالبوينت 4. وأنا برضو على ما أذكر وأنا بتصفح الأسئلة بتاعت المنتدى كان في سؤال برضو المهندسة سارة خاص بهذا الجزء اللي هو حسابات البوينت 4، وتقريبا ده كان قريب خالص يعني صفحة 10 أو 11. عموما إن شاء الله هنبدأ مع بعض الإجابة على كل الأسئلة وكل الاستفسارات من خلال الأرقام، وأنا اخترت بلاطة كانتليفر بلاطة كابولية علشان أطبق عليها كل الكلام اللي بيحب يستفسر عنه الباشمهندس أو بنتكلم فيه. أحب أنوه نسبة 40% تؤخذ فقط من حديد التسليح الرئيسي عند حساب انا عفوا بعيد الكلام علشان يبقى الكلام مؤكد، عند حساب الاجهادات المتولده في كل من الخرسانه والحديد، انما بقى بالنسبه للترخيم انا هاخد كامل المساحه، انما انا عايز اعرف ما هو الايكونوميك ديزاين بعد استيفاء كافه اشتراطات الترخيم والتشريخ ومقاومة القطاع بأمان كامل لكامل الأكشنز اللي جاية عليه. المطلوب هنا حضراتكم حساب أقل سمك للبلاط الكابولية لمقاومة الأحمال الواقع عليها بحيث لا تتعدى قيمة الترخيم القصوى طبقا طبعا للكود المصري. هنفترض ان خصائص الخرسانه المقاومه الموازيه 225، الاف ييلد بتاعي 2800 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، وانا حاطط لايف لود كبير شويه عشان عايز بس ازود الاحمال بتاعتي هنا، واخده 400 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، وواخد كمان طول الكانتليفر 2.5 متر، واخد طول الكانتليفر. انا طبعا ملاحظين ان انا مكبر قوي الكانتليفر، مكبر الاحمال علشان عايز اوصل لمومنت معينه هتشوفوها حضراتكم بالتفصيل معانا. نبدا نحسب الترخيم بتاعنا، هنحسبه في خطوات بسيطه جدا زي ما يعني الحمد لله اتعرفنا عليها في المثال اللي كان قبل كده. حضراتكم انا هنا افرضها طبقا للكود المصري، طبقا للكود المصري بيقول لي ان سمك الكابولي بيساوي ال على 20، ال بتاعتي ب 250، وانا هنحله بالارقام عشان ما اضيعش وقت حضراتكم. ال على 20 يبقى انا عندي ال بتاعتي ب 250 حضراتكم كده مظبوط، 250 سنتي على 20 تطلع 12 سنتي ونص. انا هبدا اتعامل مع هذا المثال بتخانه قدرها 14 سنتي. لوجيك يا جماعه، والمهندسين كلهم طبعا يعلموا هذا الكلام، ان طول الكابولي لما هيكبر بالطريقه دي لا يمكن ال 14 سم تكفيه، انما خليني اشتغل على ال 14 سم.
يبقى انا كده حضراتكم هبدا احسب طبعا للبلاطه دي، هحسب لها الانود بتاعها. يبقى انا عندي 2.5 اللي هي الجامه بتاعت الخرسانه مضروبه في التي اللي هو سمك البلاطه بتاعتي اللي انا خدتها 14 سم، زائد البوينت 15 اللي هو كفر انا فرضه في المساله. يبقى انا عندي الاون ويت بيساوي 0.5، لايف لود بيساوي 0.4، يبقى انا عندي التوتال لود اللي هيأثر عندي 0.9 تمبر متر ران. لما نحسب طبعا من القانون اللي هو دبليو ال تربيع على 2 لان ده كانتليفر، يبقى هنحسب الام ماكسيمم بتساوي 0.9 مضروبه في ال تربيع 2.5، كل تربيع مقسوم على 2 يديني 2.81 طم في المتر بير متر ران. من الجداول بتاعتنا السي 25 السي 225 قدام الاف يلد 2800 وعند سمك بلاطه بيساوي 14 سم. حضراتكم هنجيب الاف سي يو المقابله اللوبل تطلع 85 كيلو جرام على السنتيمتر مربع، والاف اس 1400. بمعلوميه الاف سي اللوبل والاف اس اقدر احسب كي 1 وكي 2 من الجدول مباشره، طلع لي كي 1.242 كي 2 11.78. معادله حساب قطاع متزن او متوازن، يبقى انا عندي دي بتساوي كي 1 جذر ام على بي، انا عندي الكي 1.242، عندي الام الاكتنج المؤثره 2.81 × 10^5 على البي. طبعا البي هنا انا بصمم استريب او بصمم شريحه عرضها يساوي متر يعني 100 سنتي، هيطلع لي ان دي بتساوي 12.83 تيك دي بتساوي 14 زي ما انا فرضت فوق. اريا اس هنا حضراتكم بتساوي ام على كي 2 في دي، الام 2.81 × 10^5، الكي 2 اللي طلعتها من الجداول 11.78 في الدي، انا عندي هنا التي بالنسبه لي 14، اخد سنت ونص كفر يديني 12.5، يطلع الاريا اس بتساوي 19.89، احنا خدناها 10^16 وال 10^16 مساحتها ب 20 سنتيمتر مربع. نبدا نحسب الترخيم بسرعه. الترخيم بتاعي انا بحسبه على مرحلتين، بحسبه داخل ستيج 1 او داخل المرحله الاولى عشان اقدر احسب منها حاجتين. يبقى انا عندي في ستيج 1 بحسب حاجتين يا جماعه، بحسب الاي جروس وبحسب الام كراكنج. بعد كده بخش على ستيج 2 عشان احسب منها الاي افكتيف والاي كراكنج. اهي ادي الاي افكتيف ونقول والايه والاي كراكنج. طيب الاي جروس عشان احسبها لازم اكون داخل ستيج 1، داخل حدود المرونه الخرسانه وهي بتساوي بي بتاعتي اللي هو الشريحه اللي انا بشتغل عليها اللي هي 100 مضروبه في التي اللي هو السمك اللي انا فرضه اللي هو 14، الكل تكعيب مقسوم على 12، هنضرب هذا الرقم يطلع 22.86607. الام كراكنج اللي هو عزم تشريق القطاع، طبعا انا بحسب الايتمز دي كلها خلاص احنا حفظنا وعرفنا ان انا كل ده عشان احسب قيمه الترخيم اللحظي من المعادله بتاعته، تمام. نحسب الام كراكنج بتساوي اف سي تي ار اللي هو اجهاد حد تشريق الخرسانه، في الاي جروس اللي انا لسه حاسبها من شويه، في الواي سي تي. الواي سي تي بالنسبه لنا هي السمك مقسوم على 2 لان عند القطاع كله اكتف، القطاع كله فعال نو كراكنج، يبقى انا عند الواي سي تي بتساوي ال 14 سم مقسوم على 2 بتساوي 7 سم. الاف سي اللي هو اجهاد حتى شيخ خرسانه معادله من الكود اللي هي بتساوي 1.9 جذر التربيع للاف سي، والاف سي اللي هي سي 28 يا جماعه. يبقى انا عندي 1.9 جذر التربيع ل 225 تطلع ب 28.5. يبقى نقدر من المعادله كده نحسب الام كراكنج انها بتساوي 28.5 مضروبه في الاي جروس اللي انا حاسبها هنا فوق مقسومه على 7 يديني الام كراكنج بتساوي 0.931. فاضل لي احسب الاي كراكنج. اي كراكنج لازم اخش في المرحله رقم 2، وهنا حضراتكم انا حطيت حديد فقط في المنطقه العلويه وما حطيتش حديد سفلي، وبعد كده هضيف حديد سفلي وهحسب الجزئيه دي باكتر من طريقه علشان نعرف تاثير الحديد وتاثير الحديد على الترخيم طويل المدى وما هو الايكونوميك ديزاين. أول حاجة طبعًا على هذا القطاع زي ما اتعلمنا المحاضرات اللي فاتت كلها، أول حاجة أنا بجيبها بجيب النيوترال أكسس. النيوترال أكسس نجيبه إزاي؟ بعزوم المساحات حوالين النيوترال أكسس. ما ننساش يا جماعة معلش إن أنا عندي المومنت بيأثر في هذا الاتجاه. أنا نسيت بس أرسمه عفوًا. أهو.
لان ده كانتليفر، يبقى انا عندي اللي فوق هي منطقه الشد، تحت هنا هي منطقه الضغط، فبالتالي الكراكنج هيحصل فين؟ هيحصل فوق. لما نيجي حضراتكم ناخد عزوم المساحات، عندي في المنطقه اللي تحت انا ما عنديش حديد، اللي هي منطقه ضغط الخرسانه في هذا المثال، يبقى بتساوي البي اللي هي ب 100 مضروبه في الزد مضروبه في المسافه من السنتر بتاع المساحه للنيوترال اكسس، اللي هي بتساوي زد على 2، يبقى انا عندي بي في زد على 2. دي بتساوي الان بتاعت انا ما عنديش فوق خرسانه خلاص، يبقى انا عندي الان اللي بناخدها في ستيج رقم 2 ب 15 مضروبه في الاريا اس بتاعت ال 10 في 16 اللي هي طلعت كام فوق، انا كاتبها فوق 20 سنتيمتر مربع، مضروبه في المسافه ما بين محور هذا الحديد ومحور الخمول اللي هي بتساوي تعتبر الدي ناقص الزد. الدي ناقص الزد، الدي اللي هي المسافه ما بين سنتر الحديد يا جماعه اهو، المسافة من سنتر الحديد لحد فين؟ منطقة ألياف الضغط في الخرسانة. طيب دي هي اسمها دي، عشان بس يبقى أنا حاجات مش كنت الناس حطها على القطع يعني. طيب يبقى نطبق في المعادلة، أنا عندي البي بتساوي 100 في الزد تربيع مجهولة بالنسبة لي لأن أنا عايز أحدد مكان المحور، دي بتساوي الإن بتاعتي ب 15 أريا إس اللي أنا طلعتها من شوية ب 20 مضروبة في التي إس ناقص الإيه؟ ناقص الزد اللي هي 14 ناقص زد. تطلع لي هذه المعادلة، المعادلة دي أنا هحلها بالقانون، ناقص معامل الزد زائد ناقص الجذر التربيعي لمعامل الزد التربيعي زائد 4 مضروبه في الطرف الحر اللي هو 4200 مضروبه في معامل الزد التربيعي، كل ده مقسوم على 2 في معامل الزد التربيعي، ده قانون مشهور وكلنا عارفينه. بطلع من هنا قيمه الزد طلعت ب 6.64 سنتي، يبقى انا عندي المسافه من منطقه الضغط لحد النيوترال اكسس، لحد النيوترال اكسس بتساوي 6.64 سنتي. واحد يقول لي طيب انت هنا خدت الدي اس كلها ناقص الزد، خدت الدي اس عشان اجيب المسافه دي هي المفروض ان هي الدي، الدي ناقص مين؟ ناقص الزد. معلش ده يعني ارقام بسيطه كلها ما بتفرقش كتير في الحسابات، انا افترضت هنا الدي ناقص الايه؟ ناقص الزد، يعني المعادله دي كان المفروض برضه عشان الناس اللي بتحب الدقه تساوي التي اس ناقص الزد ناقص الكفر اللي هنا اللي ممكن افرضه مثلا سي 2 سم ولا حاجه، الكفر اللي هو من السنتر لحد منطقه الياف الشد. عموما مش هتاثر معانا كتير في حساباتنا ان شاء الله. الاي كراكنج بس انا بنقول للدقه اللي عايز يشتغل كده اوكي، لا اشتغل كده اوكي. الاي كراكنج بتساوي يبقى هنحسب الاي حوالين المحور هنا حضراتكم، يبقى دي بتساوي العزم بتاع الخرسانه اللي موجود تحت اللي هو بيساوي 100 مضروبه في زد تربيع على 12 زائد البي في زد مضروبه في اللي هي المساحه مضروبه في مربع البعد ما بين الاكس والمحور، لو ضربنا الاثنين ترم دول على بعض وجمعناهم هيطلع انها بتساوي بي زد تكعيب على 3، يبقى انا عندي 100 في الزد اللي انا لسه حاسبها 6.46 كل تكعيب على 3 زائد مين؟ ها العزم اللي هو عزم القصور الذاتي الحديد حوالين المحور، يبقى بيساوي الان اريا اس مضروبه في المسافه بينهم تربيع، يبقى انا عندي 15 الاريا اس احنا واخدينها ب 20 مضروبه في التي ناقص الزد اللي هي عباره عن 14 ناقص قيمه الزد اللي هي 6.46، كده قدرنا نطلع قيمه الاي كراكنج بهذه القيمه. من حساباتنا احنا جبنا الام كراكنج، اقسم الام كراكنج على الام اكتنج على القطاع اللي هي بتساوي حسبناها في اول الحسابات خالص اللي هي 2.81، يبقى انا عندي 0.93 مقسوم على 2.81، دي بتديني اللي هي النسبه الام كراكنج على الام اي طلعت 0.33. اطبق معادله الاي افكتيف يبقى بتساوي هذا الترم الكل تكعيب مضروبه في الاي جروس اللي احنا حسبناه للقطاع كله فوق زائد 1 ناقص هذا الترم برضو الكل تكعيب مضروبه في الاي كراكنج، هنطلع قيمه الاي افكتيف وتطلع 25895. نبدا نحسب الترخيم بتاعنا، اقصى ترخيم لحظه هيحصل من معادله الكانتليفر لما يكون عليه حمل موزع اهو حضراتكم، انا خدت المعادله دي اللي هي دلتا بتساوي 1 على 8 دبليو ال تربيع على الاي سي طبعا مضروبه في الاي افكتيف، هنبدا نحطها في المعادله بتاعتنا اهي، احسب الاي سي، الاي سي من الكود علشان دي معادله لحساب الاي سي اللي هو معايير مرونه الخرسانه، 14000 جذر اف سي يو والناتج بتاعي كيلو جرام على سنتيمتر مربع تطلع 2 في 10 اس 4،
عندي الاي بتاعتي هي الاي افكتيف اللي احنا لسه مطلعينها من شويه. وطبعا يا جماعه ما ننساش الاي افكتيف والاي كراكنج، دايما اقارنهم بالاي جروس، دايما اقارن بالايه؟ بالاي جروس. ان كانت القيم دي اعلى من الاي جروس باخد مين؟ باخد الاي جروس. بمعنى نرجع نحسب، نبص على الحسابات بتاعت احنا طلعنا الاي كراكنج طلعت ب 26009.3، اوكي؟ يبقى ده الاي كراكنج. هنا عندي في الاي جروس، 22.86، انا هنا 22.86. يبقى هنا حضراتكم انا هاخد القيمه بتاعتي هي الاي جروس، يبقى انا عندي الاي كراكنج هنا هاخدها بقيمه مين؟ بقيمه الاي جروس. يبقى لما اجي احسب الاي افكتيف، الاي كراكنج هنا يا جماعه معلش نحطها بقيمه الايه؟ الاي جروس. يبقى كده انا هحط قيمه الاي كراكنج بتساوي الاي جروس. نبص عليها كده مع بعض. انا عندي هنا قيمه الاي جروس اللي موجوده 22866، عند الاي كراكنج اللي طلعت 26000 وشويه. يبقى انا لما اجي اطبق في معادله الاي افكتيف هطبق بان قيمه الاي كراكنج بتساوي الاي جروس، لان انا عندي في كونديشن ان الاي كراكنج لا تتعدى قيمه الاي جروس. هحسب الاي افكتيف هلاقي ان الاي افكتيف بتساوي 76 سنتيمتر وذ باور 4، انا اسف، سنتيمتر اس 4 اس 4 تمام. نبدا نحسب الترقيم اللحظي، 1 على 8 انا اخذت المعادله اللي هي دبليو ال وذ باور 4 مقسومه على الاف اي. هنحسب الحساب بتاعها 1 على 8 الاي اللي هي بالنسبه لنا معايير مرونه الخرسانه 14000 جذر اف سي وطلعناها ب 21 في 10 اس 4 مضروبه في دبليو دبليو اللي هي 0.9 اللي هو الحمل المؤثر، ضربناها في 1000 عشان تبقى كيلو جرام، مضروبه في ال اللي هي 2.5 مضروبه في عشان تقلب لسنتي وذا باور 4، الثمانيه لوحديها وادي الاي اس وادي معاير ال وادي قيمه الاي افكتيف. الاي افكتيف هنا حضراتكم اللي هي قيمتها 67 هنضرب الرقم ده هيطلع 2.7676 اوكي. هنطلع قيمة الدلتا ماكسيمم هنلاقيها بتساوي 2.725، دي قيمة الايه؟ قيمة الترخيم اللحظي. كل اللي فات واللي احنا اتكلمنا فيه احنا ما عندناش فيه مشاكل، احنا مشاكلنا بتيجي مع مين؟ بتيجي مع حديد الضغط، تعالوا مرة عايزين نحسب قيمة بقى الترخيم نتيجة الزحف والأحمال الدائمة، نتيجة زحف يبقى أنا عندي فيه أنا كده بأثر بمين؟ بالزحف، لسه ما اشتغلتش على الانكماش. انا كده بس هاخد حاله وحيده علشان نعرف قيمه او فايده حديد الضغط. لو مره انا هحط الاريا داش اس على الاريا اس بتساوي زيرو، يعني مش هستعمل حديد ضغط، اما اطبق فيه المعامل اللي احنا بنزود بيه قيمه الترخيم اللحظي علشان ناخد الترخيم طويل الامد نتيجه الزحف، هنجد ان الفا كانت بتساوي 2.12 في اريا اس داش على الاريا اس. لو احنا فاكرين هذا او هذه المعادله، انا هنا هحط الاريا داش اس على الاريا اس بزيرو، يبقى انا عندي هنا قيمه الالفا تطلع باتنين، يبقى انا عندي الدلتا توتال او قيمه الترخيم طويل الامد بتساوي الترخيم اللحظي اللي انا طلعته اللي هو 2.725 مضروب في نفتح قوس 1 زائد مين زائد الفا، الفا هنا باتنين يطلع قيمه الترخيم 8 وشويه. طيب لو انا خدت الاريا داش اس على الاريا اس حطيتها بين 2، يبقى انا عندي معوض هنا على الاريا اس داش باي اريا اس هحطها هنا بوينت 2، يبقى اطبق في المعادله دي اطلع قيمه الالفا تطلع 1.76، وقلنا ان دي ما بتقلش عن بوينت 6، ونراجع المحاضره رقم 4 وانا بشرح في هذه المعادلات او في حساب قيمه الالفا ما بتقلش عن 6.10. لما نطبق الارقام دي هنلاقي ان الترخيم طويل الامد وصل ل 7.521، يعني قل عن الترخيم الاولاني، يعني لما استعملت حديد ضغط بنسبه 20% لقيت ان الترخيم طويل الامد ايه؟ قل. احنا بس دي النقط اللي احنا عايزين ايه؟ نقف عندها ونقارن عندها. طيب تعالوا نحط الاريا داش اس باي اريا اس مساي بسم 0.6 من 10،
ستة من عشرة، أعوض في المعادلة أجيب قيمة ألفا تطلع 1.28، أحط أجيب الترخيم الكلي نتيجة زحف طلع كام؟ طلع 6 سم و2 من عشرة. طب 6 سم ده رقم ضخم، يعني أنا مش بدي المثال برضه عشان ما نرجعش نقول يا طب ما أنت كنت زودت، ما إحنا هنزود السمك وهنحط مرة حديد الضغط بالأرقام اللي متعارف عليها علشان أطلع الإيكونوميك ديزاين. أنا بس بعمل إيه؟ مقارنة سريعة، لأن أنا لما أجي أقول إن الأريا داش إس باي أريا إس بتساوي بين 2، يبقى كان المفترض إن أنا وأنا بحسب هنا يا جماعة، أنا بس بحط هذا المثال للشرح ليس أكثر ولا أقل. أنا المفروض بقى لو أنا هحط هنا أريا داش إس بتساوي بين 2 من الأريا إس، تخش معايا في حسابات قيمة الزد، تخش معايا في كل الحسابات الايه اللي فاتت، انما انا عايز اشوف الافكت بتاع بس حديد الضغط على قيمة الترخيم، لان انا في النهاية خالص انا بضرب في معامل، المعامل ده اسمه الفا، هذا المعامل بيعتمد اعتماد كلي على نسبتي حديد الضغط وحديد الشد. فانا بس بوضح النسب عشان نشوف الفروق اللي بتحصل. انا عندي هنا كانت 8 لما ما كناش بنستخدم حديد خالص، اما استعملنا بوينت 2 بدأ الترخيم يقل بقى 7.5، استعملت البوينت 6 بدأ يوصل 6.21، لما هستعمل 1% هلاقيه ب 4.9 من عشرة. نشوف كده الفروق ونشوف الارقام ديت مع بعضيها، يعني لما ما استعملناش حديد خالص كان تقريبا بيساوي ضعف قيمة استعمال الحديد بكامل قيمته، اهو ده تقريبا يعني ضعف الايه؟ ضعف القيمة. اصبح انا عندي الاريا داش اس اكتف جدا وفعال جدا في حسابات الايه؟ الترخيم. طب انا لو عايز احسب بقى الشغل ده صح قوي، احسبه صح، هنكمل ان شاء الله في المثال هنا حضراتكم. انا حطيت حديد في الضغط، ولما نشرح كماله المثال ان شاء الله هنستوعب المعلومه دي اكتر. المهم ان انا هطبق هذا المثال على قيمه مره بوينت 2، قيمه مره بوينت 4 اللي هي القيمه اللي احنا كريتيكال عندها شويه، ومره بوينت 5، ومره 6 من 10، ومره 1، وهنطلع كل هذه النتائج ونحطها في تيبل ونقول قطاع الخرسانه كان كذا، الحديد بتاعي كذا، والترخيم قيمته كذا، ايهما افضل من الكوست من ناحيه التكاليف؟ بامانه شديده علشان ما ايه اطولش عليكم المحاضره اكتر من كده، ان عملنا دي يا ريت نعملها حتى نخليها زي مثال لينا نحل كلنا مع بعض، انا هبقى بحل وحضراتكم بتحلوا، ناخد القيم دي مره هنحسب لهذا القطاع مرة من غير حديد خلاص احنا حسبناه، مرة نحط مع بعض الحديد بوينت 2، مرة نحط مع بعض بوينت 4، مرة نحط مع بعض بوينت 5، مرة نحط مع بعض بوينت 6، مرة نحطه 1%، يعني احسبها كم مرة؟ عايز احسبها 5 مرات، علشان من ال5 مرات هشوف اشتراطات الكود المصري اللي هي بتقول لي، او انا اسف مش اشتراطات الكود، ان الكود المصري لما بيقول لي نسبه معينه بالنسبه للحديد ما بيحطهاش من فراغ، لان دي نتيجه تجارب، بمعنى اخر استعمالات الحديد الموجود في الضغط بكامل مساحته هو صحيح، انما بندور على الايكونوميك ديزاين يبقى انا عندي في الرينج من 0 ل1%، انا عايز ادور على الرقم اللي معاه اطلع كواليتي في القطاع، اطلع اقل تكلفه للقطاع، لان انا عندي في النهايه خالص القطاع بيساوي الخرسانه زائد سعر الحديد، سعر خرسانه زائد سعر حديد، عايز اطلع التكلفه الاقل خلال هذه النسب، علشان في النهايه خالص لما اجي اقول والله يا جماعه نخلي الاريا داش اس على الاريا اس بتساوي بوينت 4 نبقى مقتنعين، بتساوي بوينت 5 نبقى مقتنعين، بتساوي بوينت 6 نبقى مقتنعين، مقتنعين من ناحيه ايه؟ احنا لازم كلنا نوفي اشتراطات الايه؟ الترخيم، كلنا نوفي اشتراطات الترخيم. اتمنى ان كل الزملاء يحسبوا عند هذه الارقام، لكن نفس هذه المساله هناخدها، لكن يا ريت لما نيجي نفرض الدي افرضوها ب 30 سنتي علشان ما تدخلوش كتير في الحسابات بتاعتكم. احنا هنحط التي ب 30 سنتي، هناخد كل الايتمز دي ونحل المساله بتاعتنا، مره احلها من غير حديد ضغط واطلع الترخيم اللحظي والترخيم طويل الامد، مره احط الحديد اريا داش اس، طبعا تاثير الاريا داش اس هيظهر معايا هنا او مش هيظهر معايا في الاي جروس، انما بيظهر معايا في الاي كراكنج، لما اجي احط هنا اريا داش اس واجي احسب المومنت اوف انرشيا حوالين القطاع واحسب الاي كراكنج لهذا القطاع، اكيد قيمه حديد التسليح في الضغط بتخش معايا فين؟ في الحسابات، فبالتالي هتاثر لي على قيمة
قيمه الاي كراكنج، نبقى نحط فوكس على ان الاي كراكنج لا تزيد عن الاي جروس، الاي افكتيف لا تزيد عن الاي جروس، ونحسب الحسابات للخمس مرات. وان شاء الله المحاضره الجايه هنحط الخمس ارقام جنب بعض، ويا ريت لو بعض الزملاء ساعدوني ووفروا عليا الوقت يبقى كتر الف خيرهم. اخد داتا لحل هذا المشروع خمس مرات، التي بتاعتي هناخدها ب 30، الطول الكانتريفر 2.5، اللايف لوب بتاعي 0.4، الكفر بتاعي 0.15، احل المعادله دي حضراتكم طبقا للسي 225 والاف يلد ب 2800، يعني الاف اس ب 1400، هنحل مره عند 0، مره عند 0.2، مره 0.4، مره 0.5، مره 0.6، مره 1%، ومع كل قطاع من دول نحط قيمه الترخيم الموجوده في هذا القطاع. لوجيك ونبقى منطقيين شويه. لما اكون انا هحط سي التي ب 30، التي هحطها ب 30 سم، يبقى لما اجي استعمل اريا داش اس باي اريا اس استعملها بنسب صغيره. يعني ايه حضراتكم؟ مثلا ما اكبرش، لان انا لما هزود القطاع هنا، القطاع بتاعي لما يزيد هنا انا اوتوماتيك انا بامنه ضد الايه؟ ضد الترخيم، انا هامنه ضد الترخيم. يبقى انا عندي لما اجي استعمل مثلا سي تحت تاثير هذه الاحمال، عايز احل اللي هي 0.4، عايز احل النقطه اللي هي الايه؟ 0.4. اما اجي احط الاريا داش اس على الاريا اس، على الاريا اس احطها مثلا بتساوي 0.4، واخد التي المقابله ليها سي 25 سم او 20 سم بس، 20 سم بس. انما مع قيمه جباره صغيره خالص زي دي كان لازم اوصل بالاريا اس اريا داش اس باي اريا اس بتساوي 1. بمعنى كل ما قطع الخرسانه، كل ما قطع الخرسانه بيزيد بيبقى انا عندي القطاع فعال وبيقدر يشيل الترخيم، وبحط له الحديد في الضغط اقل ما يمكن. لما يكون عندي القطاع الخرسانه كبير، انا عكست الكلام الظاهر، لما يكون عندي قطاع الخرسانه كبير بحط حديد الضغط اقل ما يمكن عشان اجيب الاكونوميك ديزاين. العكس صحيح، لما بيكون عندي قطاع الخرسانه صغير شوف انا اضطريت ازود لنسبه الحديد ل 1% علشان ابدا اتكلم في 4 سم، اتكلم في 4 سم، مع ان السيف بتاعي لو احنا طبقنا ما هو موجود في الجدول اللي هو بيساوي ال على 450، يعني هنلاقي ان الدلتا ماكسيمم او ماكسيمم ديفليكشن اللي انا عايزه هو 0.56. هذا الرقم ممكن جدا الحصول عليه مع قطاع انا بقول تقريبي، انا لسه ما حلتش بايدي عشان ما حدش ياخد عليا الكلام. يعني ناخد القطاع سي 30 سم ونسبه تسليح 0.4 او 0.5 او 0.6، هنوصل للسيف سيكشن علشان نقاوم الترخيم اللي هيحصل ان شاء الله. المثال ده انا هنتظره من حضراتكم، هناخد النتائج مع بعض، نحللها مع بعض، ونوصل للنسبه المثلى، النسبه المثلى لقيمه حديد الضغط مع الوضع في الاعتبار. احنا نحن لا نعارض الكود ولا نعارض كتب اساتذتنا. لما نيجي نحسب يا باشمهندس الاريا داش اس في الترخيم اخدها بكامل المساحه، انما انا اللي بكلم حضرتك فيه هو البحث عن قيمه اريا داش اس الاقتصاديه داخل القطاع اللي بتوفي لي باشتراطات الترخيم، وفي نفس الوقت تديني اقل قسط للقطاع. واسال الله لي ولكم التيسير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.